السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح ناخذ درس المستقيمات للصف العاشر الفصل الدراسي الثاني. أولاً نعرف مع بعض المستقيمات. المستقيم هو عبارة عن مستقيم ليس له بداية ولا نهاية. نتعرف على أنواع المستقيمات. أنواع المستقيمات عندي ثلاث أنواع. عندي المستقيمات ثلاث أنواع. أولاً المتوازية، المتعامدة، المتقاطعة. طبعاً أنا بحكي لكم إذا كان عندي مستقيمين، إذا كان عندي مستقيمين حالاته ثلاث حالات، إما متوازية أو متعامدة أو متقاطعة. متوازية نرسمها مع بعض ونشوف كيف شكل المتوازية. عندي المتوازية شكلها مستقيمين لا يتقاطعان ابدا، شو ما بدي لهم ما بتقاطعوا. راح اسمي هذا المستقيم الف. طبعا التسمية لازم انا اخلي مثلا باء فوقيها سهم، الف باء. المتعامده نجي نرسمها مع بعض، هما مستقيمان يشكلان زاويه قائمه. عندي الف باء يشكلان زاويه قائمه، بتقاطعوا مع بعض بشكل زاوية قائمة. أما المتقاطعان فهما مستقيمان متقاطعان ولكن لا يشكلان زاوية قائمة، إما زوايا حادة أو زوايا منفرجة. طيب نحكي مع بعض عن التوازي، رمز التوازي. طبعا عندي، تعالي شوف، نجي نشوف ميلان الأول في التوازي. نتكلم عن التوازي شوي. ميلان الأول يساوي ميلان الثاني. إذن ميل المستقيم ألف يساوي ميل المستقيم باء. طيب والتعامد، ميل المستقيم الأول اللي هو ألف ضرب ميل المستقيم باء يساوي سالب واحد. إذا عندي قانون للمستقيمين المتوازيين إنه ميلان الأول متساوي مع ميلان الثاني، شو ما مديناهم راح يضل الميلان متساوي ولا يتقاطعان. أما المتعامدين بما انهم تقاطعوا في زاويه قائمه فبنحكي ميلان الاول ضرب ميلان الثاني يساوي سالب واحد. نتعرف مع بعض احنا كيف نتعرف انه هذا المستقيمين متوازيين او لا. اولا عندي المستقيم الف على رمزه يوازي المستقيم باء، او ممكن احكي لك المستقيم الف يوازي باء، أو ممكن على الأشكال الهندسية متوازي الأضلاع متوازي المستقيمات، وعندي كمان شبه المنحرف. شبه المنحرف السبب لأنه فيه ضلعان متوازيان، فيه ضلعان متوازيان. نيجي للتعامد. التعامد ألف عمودي على باء، ممكن كمان أنا هاي بالرمز بالكتابة عمودي على باء. أما الأشكال الهندسية مثلث قائم الزاوية، مربع لأنه زواياه قائمة، مستطيل لأنه يوجد فيه زوايا قائمة. بما انه احنا بنحكي عن ميلان طبعا متقاطعين لانهم متقاطعين ما راح نستخدمهم بالصف العاشر. نحكي عن اشكال او انواع او كيفية ايجاد الميل. كيفية ايجاد الميل، واحد اذا كان عندي نقطتين في المستوى الاحداثي، عندي نقطتين مثلا اثنين اربعة ثلاث خمسة، فإن الميل يساوي دلتا صاد على دلتا سين. يعني نحل على سؤالنا، بحكي سين واحد صاد واحد النقطة الأولى، سين اثنين صاد اثنين النقطة الثانية، وهي عبارة عن صاد اثنين ناقص صاد واحد سين اثنين ناقص سين واحد ويساوي خمسة ناقص أربعة
على 3 ناقص 2 1 على 1 ويساوي 1. طبعا احنا عشان ما نخربط في المستوى الاحداثي ص فوق س، عشان هيك حنحكي دلتا ص على دلتا س، ص فوق س دلتا ص على دلتا س. اذا هذا الشكل الاول لايجاد المن. نيجي نتعرف مع بعض على الشكل الثاني لايجاد الميل. الشكل الثاني لايجاد الميل اذا اعطاني الشكل الثاني لايجاد الميل اذا كان عندي معادله خط مستقيم. معادله الخط المستقيم اول شرط نجعل صاد موضوع القانون. اثنين الميل عبارة عن هو معامل سين. ناخذ مثال 2 سين ناقص 5 صاد يساوي 1. مثال يلا نبلش مع بعض. طبعا هون ناقص 2 سين ناقص 2 سين، راحت عندي 2 سين سالب 5 صاد يساوي 1 ناقص 2 سين. تقسيم سالب 5 تقسيم سالب 5 تقسيم سالب 5. طبعا انا بحاول اني اوزع ص تساوي اوزع سالب 5 على المقدار لانه مقدار عباره عن حدين. صار عندي سالب 1 على 5 سالب على سالب موجب 2 على 5 س. اذا الميل عندي هون صار معامل س. مين معامل س؟ مش سالب 1 على 5 هو الحد الثابت، أما معامل س الرقم المعامل للس 2 على 5. وبهذه الطريقة أوجدنا اللي هو إذا كان عندي على شكل خط مستقيم الميل. ثالث شكل إذا طلب مني زاوية، إذا طلب زاوية الميل. دائما زاوية أي ميل هي عبارة عن ظل الزاوية. ظل الزاوية هي الميل. إذا الميل يساوي ظل الزاوية. الشكل الثالث الرابع، الشكل الرابع إذا كان عندي، إذا كان المستقيم يوازي محور السينات. إذا كان المستقيم يوازي محور السينات، تعال نركز مع بعض شوي. عندي هذا محور السينات، عندي محور الصادات. المستقيم الذي يوازي محور السينات يقطع صاد عند نقطة يوازي السينات. ما ميل السينات؟ صفر. إذا موازي للسينات الميل يساوي صفر. ناخذ مثال وقال صاد تساوي 5. ما ميل صاد تساوي 5؟ الميل يساوي صفر. الشكل الخامس إذا كان المستقيم يوازي محور الصادات، يوازي محور الصادات. طبعا رسمته راح تكون بالشكل، عندي هاي سين هاي صاد، يوازي محور الصادات يقطع سين عند نقطة، عندي الميل قيمة غير معرفة، قيمة غير معرفة. طبعا لأن الظل في هاي الحالة يساوي 1 على 0 فقيمتها غير معرفة. ناخذ مثال س يساوي 2، إذا هون الميل قيمة غير معرفة. في هذه الحالة عرضت عليكم اللي هو كيفية إيجاد الميل بالنسبة للمستقيمات، بالنسبة للمستقيمات فقط كيفية إيجاد الميل. طيب ناخذ مثال عشان نميز نربط بين الميل والمستقيمات اللي هو درسنا الأساسي. إذا كان ألف 1.5 باء 4.-4 جيم سالب 4.-8 دال سالب 10.-10. بين أن ألف باء يوازي. أول ما أشوف يوازي
ميل ألف باء يساوي ميل جيم دال. ألف باء هي ألف باء نقطتين، إذا الميل عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات، وجيم دال جيم دال عبارة عن نقطتين، إذا الميل عندي هون فرق الصادات على فرق السينات. إذا عندي هون هي سين واحد صاد واحد، سين اثنين صاد اثنين، وعندي جيم ودال لأنه مستقيم ثاني، سين واحد صاد واحد، سين اثنين صاد اثنين. أنا مضطر شوي أرسم اللي عندكم المستقيمين عشان تميز. عندي المستقيم ألف باء والمستقيم جيم دال. نجي نطلع الميل، هو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات، سالب أربعة ناقص خمسة، وعندي أربعة ناقص واحد، نجي لجيم دال، عشرة ناقص سالب ثمانية، سالب عشرة ناقص سالب أربعة، طبعا الناقص أساسية والسالب اللي هي للعدد، سالب أربعة سالب خمسة سالب تسعة، إشارتين متشابهتين نجمع ونفس الإشارة، أربعة ناقص ثلاث الإشارة للعدد الأكبر ونطرح اللي هي ثلاث يساوي سالب جنب سالب، بصير عندي موجب، سالب جنب سالب موجب، وسالب جنب سالب بتصير موجب. إذا عشر زائد ثمانية 18 على سالب عشرة زائد أربعة سالب ستة. طب انبسط، تسعة تقسيم ثلاث سالب ثلاث يساوي 18 على سالب ستة، هي عبارة عن سالب ثلاث. إذا أنا هون بينت إنه المستقيمين متوازيين. نيجي لمين؟ للتعامد. المستقيمين متعامدين. لما المستقيمين متعامدين، ميل ألف باء ضرب ميل جيم دال لازم يساوي سالب واحد. طبعا أنا طلعت ميل ألف باء، ميل ألف باء طلعت معي سالب ثلاث، ضرب ميل جيم دال طلع معي سالب ثلاث، هل يساوي، نعمل علامة استفهام هون، هل يساوي سالب واحد؟ سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث هي موجب تسعة، هل تساوي سالب واحد؟ طبعا لا تساويها، فهما غير متعامدان، فهما غير متعامدان. طيب هاي بالنسبة لمين؟ للنقاط. نجي هون، إذا كان، نقرأ السؤال، نترجم السؤال عشان نعرف نحله. إذا كان لام يوازي واو، كاف يوازي عين عمودي على واو، وكان المستقيم واو يمر بالنقطتين واحد وسالب اثنين أربعة وسالب أربعتاش، فجد ميل لام وكاف. طبعا أنا عندي عبارة ميل لام توازي واو، بمعنى إنه ميل لام يساوي ميل واو، وعبارة إنه كاف عمودي على واو، بمعنى إنه ميل كاف ضرب ميل واو يساوي سالب واحد. المطلوب هو ميل لام وميل كاف. طبعا أنا ميل لام مجهول وميل كاف مجهول، لكن أعطاني أن المستقيم واو يمر بالنقطتين. لما يحكي لي نقطتين، إذا ميل واو عبارة عن دلتا صاد على دلتا سين. أنا بطلع ميل واو بعدين برجع بعوض، تساوي هاي سين واحد صاد واحد، سين اثنين صاد اثنين، أربع سالب أربعتاش ناقص سالب اثنين على أربعة ناقص واحد، سالب مع سالب حكينا بتصير موجب، سالب أربعتاش زائد اثنين الإشارة للعدد الأكبر ونطرح على ثلاث، سالب اثناش تقسيم ثلاث هو سالب أربعة. مين هاي؟ ميل واو يساوي سالب أربعة. طلعت أنا ميل واو بعوض ميل لام يساوي ميل واو طلعناها اللي هي سالب أربعة. نيجي لميل كاف، ميل كاف
ضرب سالب 4 يساوي سالب 1 على سالب 4 على سالب 4 لأنه أنا بدي ميل كاف وهي ضرب قسم، ميل كاف يساوي 1 على 4 وأنا هون أوجدت المطلوب، المطلوب ميل لام وميل كاف. نجي نشوف السؤال الثاني. إذا كان ألف 2 و 2 باء 4 و 6 جيم عين و 5 دال سالب 1 و 2 جد قيمة عين، المطلوب إيجاد قيمة عين المتغير الإحداثي الموجود في سي. نرسم الخطين عشان ما نخربطش. طبعا هنا ألف باء يوازي جيم دال، عندي نقاط، إذا على دلتا صاد على دلتا سين ميل ألف باء ميل ألف باء يساوي ميل جيم دال لأنه توازي. ميل ألف باء يساوي ميل جيم دال، هاي ألف باء سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين سين واحد صاد واحد سين اثنين صاد اثنين. ألف باء اللي هي ستة ناقص اثنين أربعة ناقص اثنين، جيم دال اثنين ناقص خمسة على سالب واحد ناقص عين. الأولوية للطرح أربعة على اثنين لأنه ستة ناقص اثنين أربعة، أربعة ناقص اثنين اثنين، اثنين ناقص خمسة سالب ثلاث على، طبعا هون صعب إنه نطرح أو نجمع لأنه عندي عدد مع متغير راح تضلها زي ما هي. أربعة تقسيم اثنين اثنين يساوي ثلاث سالب ثلاث على سالب واحد ناقص عين. صار عندي طرفين، في الطرفين نعمل ضرب تبادلي، مقام الاثنين واحد نعمل ضرب تبادلي. اثنين ضرب سالب واحد ناقص عين يساوي واحد ضرب سالب ثلاث. نوزع الاثنين لأنه حد مضروب في مقدار، سالب اثنين ناقص اثنين عين يساوي سالب ثلاث. طبعا أنا بدي عين زائد اثنين زائد اثنين، سالب اثنين عين يساوي سالب واحد على سالب اثنين على سالب اثنين. في هاي الحالة طلعنا قيمة عين، في حالة التوازي قيمة عين عنا نص. طبعا ليش موجب؟ لأنه سالب مع سالب بتروح بضل عندي نص. نيجي في حالة التعامد، في حالة التعامد ميل ألف باء ضرب ميل جيم دال يساوي سالب واحد. طبعا ميل ألف باء طلعناها اللي هي اثنين ضرب ميل جيم دال، أرجع أعيد أطلعها، لا خلص ما أنا طلعتها، على سالب واحد ناقص عين يساوي سالب واحد. نضرب بسط مع بسط ومقام مع مقام، سالب ستة على سالب واحد ناقص عين يساوي سالب واحد. برضو ضرب تبادلي عشان أطلع قيمة عين، ضربت سالب واحد في سالب واحد ناقص عين راح تصير عندي واحد زائد عين يساوي سالب ستة. ناقص واحد ناقص واحد، إذا في عين في حالة التعامد سالب ستة وسالب واحد سالب وبنجمع، في حالة التعامد أصبحت عندي قيمة عين تساوي سالب سبعة. طيب أنا أعطينا لحد الآن في نقاط 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 في إحداثيات، أما إذا كان مستقيمات حكينا إحنا الميل خمس أشكال، إذا كان نقاط إحداثيات شرحناه. نجي للمستقيمات، بين أن المستقيم صاد يساوي 2 س زائد 5 يوازي، بحط إشارة عند يوازي، إذا بما أنه يوازي ميل المستقيم الأول يساوي ميل المستقيم الثاني. بسمي عندي المستقيم هذا بسميه واحد عشان ما أخربط، وعندي المستقيم اللي هون بسميه اثنين. طبعا أنا راح أستخدم قانون الميل، المستقيم الأول ميل المستقيم الأول، طبعا حكينا إذا كان مستقيم أولا نجعل صاد موضوع للقانون ثم هو معامل سين، الأول مش صاد موضوع للقانون، إذا معامل سين عندنا اللي هو اثنين.
نيجي للمستقيم الثاني. أنا طلعت المستقيم الأول. المستقيم الثاني لا، لازم نجعل صاد موضوع للقانون. ثلاثة صاد ناقص ستة سي يساوي صفر. طبعاً صاد موضوع للقانون زائد ستة سين زائد ستة سين. ثلاثة صاد يساوي ستة سين على ثلاث على ثلاث. صاد تساوي اثنين سين. إذا أنا هون جعلت صاد موضوع القانون، إيش راح يكون عندي الميل؟ معامل سين اللي هو اثنين. وبهذا أنا عندي ميل الأول يساوي ميل الثاني، المستقيم الأول اثنين، المستقيم الثاني اثنين. إذا عندي المستقيمين متوازيين. طيب نيجي للمستقيمين، طلب مني تعامد يعامد. إذا يعامد ميل الأول ضرب ميل الثاني، لازم يكون عندي سالب واحد. نفس الطريقة نسمي المستقيم الأول واحد، نسمي المستقيم الثاني اثنين، نوجد ميل الأول نوجد ميل الثاني، وثم نعوض على القانون. طبعا الأول لازم نجعل صاد موضوع للقانون، صاد زائد ثلاث سين يساوي خمسة، ناقص ثلاث سين ناقص ثلاث سين، صاد تساوي خمسة ناقص ثلاثة سين. إذا الميل الأول يساوي معامل سين خمسة، لا معامل سين هو عبارة عن سالب ثلاث. إذا الميل الأول سالب ثلاث. نيجي للثاني، المستقيم الثاني ستة صاد يساوي اثنين سين ناقص واحد على ستة على ستة على ستة. حكيت دائما نوزع، دائما نوزع عشان يبين معي الميل. صاد يساوي طبعا تقسيم اثنين، تقسيم اثنين صار عندي تلت سين ناقص واحد على ست. اذا الميل الثاني يساوي معامل سين اللي هو واحد على ثلاث. من عم ضرب واحد على ثلاث هل يساوي سالب واحد؟ طبعا سالب ثلاث ضرب واحد هي سالب ثلاث على ثلاث. هل يساوي سالب واحد؟ نعم يساوي، لأنه سالب ثلاث على ثلاث واحد. إذا المستقيمين متعامدين. طيب شوف السؤال اللي عندي، هل المستقيمين متوازيين أم متعامدين ولماذا؟ متوازيين إذا كان ميل الأول يساوي ميل الثاني، متعامدين إذا كان ميل الأول ضرب ميل الثاني يساوي سالب واحد. طبعا هو جعل لي صاد موضوع القانون، بسمي المستقيم الأول بسمي المستقيم الثاني. عندي المستقيم الأول الميل معامل سين نص، هل يساوي اثنين؟ لا، إذا ليس متوازيا. نجي نجي لهون، نص ضرب اثنين هل تساوي سالب واحد؟ طبعا اثنين على اثنين يساوي سالب واحد، واحد لا يساوي سالب واحد. إذا المستقيمين غير متعامدين. بما أن المستقيمين لا متوازيين ولا متعامدين، أكيد متقاطعين في نقطة. طيب نيجي نحكي عن الزاوية اللي هو زاوية الميل. إذا الشكل الأول إذا كان نقطتين طلعناهم، الشكل الثاني إذا كان خط مستقيم طلعنا كيف نوجد الميل. إذا كان عندي زاوية، أول ما يذكر لي في عندي زاوية ميل، إذا ظل الزاوية يساوي الميل، ظل الزاوية يساوي الميل، ظل ها يساوي نقطتين فرق الصادات على فرق السينات، سين واحد صاد واحد، سين اثنين صاد اثنين، سالب ثمانية ناقص سالب خمسة، سبعة ناقص أربعة، ظل الها يساوي طبعا هي بتصير زائد سالب ثلاث، لأنه سالب ثمانية زائد خمسة سالب ثلاث على ثلاث ويساوي سالب واحد. المطلوب زاوية، المطلوب قياس زاوية. الظل الها يساوي سالب واحد. متى الظل يساوي واحد؟ عند الزاوية 45. لكن متى الظل يساوي سالب واحد؟ نيجي للأرباع، كل
الجيب موجب، الظل موجب، الجتة موجب. إذا متى الظل سالب؟ إذا في الربع الثاني والربع الرابع. إذا عندي الزاوية ها في الربع الثاني 45 135، هاي في الربع الثاني. كيف؟ 180 ناقص 45 بتصير 135، هاي بالربع الثاني. أما بالربع الرابع الها تساوي 315، كيف طلعناها؟ 360 ناقص 300 ناقص 45 بتطلع لي 315. طبعا هذا الحكي احنا اخذناه بالفصل الاول من الوحدة الاولى. طيب المطلوب الثاني زاوية ميل المستقيم لكن يعامد لام، يعامد لام. اذا ظل الزاوية ها يساوي اللي هي مين؟ ظل الها يساوي الميل، تمام؟ لكن حكى لي كاف يعامد لام، أنا لام طلعتها، ظل على يمين كاف. إذا ميل كاف ضرب ميل لام يساوي سالب واحد. ميل كاف طلعناها اللي هي ميل لام طلعناها اللي هي سالب واحد، أي سالب واحد. ضرب ميل كاف يساوي سالب واحد على سالب واحد على سالب واحد، إذا ميل كاف يساوي واحد. لكن ليس المطلوب ميل كاف، المطلوب زاوية الميل. إذا متى الظل موجب واحد؟ عند الزاوية ها تساوي 45 في الربع الأول، وعندما الزاوية ها في الربع الثالث اللي هي 215 في الربع الثالث. إذا قياس الزاوية ها عندي هون 245 موجب، الظل موجب في الربع، لأنه هون عندي ظل الها يساوي واحد بالموجب. إذا الزاوية عندي الربع الأول 45 بالربع الثالث 215. هيك إحنا طلعنا بالنسبة لزاوية الميل. طب تعال نشوف الأشكال الهندسية. حكينا إحنا عن نقطتين، حكينا عن نشوف الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية قال لي بين أن الزاوية قائمة. بما أنه بين أن الزاوية قائمة خليني أرسم الزاوية. ميم نون نون واو لام. إذا نون واو لام قائمة، قائمة. طبعا أنا الواو خليتها بالنص لأنه معروف رأس الزاوية بكون عندي بالنص. بكتب إحداثيات كل واحدة عندي هاي نون. إذا قائمة بمعنى إنه ميل نون واو ضرب ميل واو لام يساوي سالب واحد. نون واو ضرب طبعا نقطتين، إذا عندنا نقطتين، إذا فرق الصادات على فرق السينات. نون واو واحد ناقص سالب أربعة ثلاث ناقص واحد، هاي نون واو. واو لام هاي سالب ثلاث ناقص واحد 13 ناقص ثلاث. طبعا سالب مع سالب بتصير موجب. خمسة على اثنين ضرب سالب وسالب السالب وبجمع على عشرة، هل يساوي سالب واحد؟ طبعا في عندي اختصار هون، خمسة على خمسة هنا بتصير واحد وهنا اثنين. سالب أربعة على اثنين بتصير عندي سالب اثنين وهون بتصير واحد. فبصير عندي واحد ضرب سالب اثنين سالب اثنين على اثنين سالب واحد. سالب واحد طبعا هون عندنا سؤال، علامة السؤال تساوي سالب واحد، وأنا هيك طلعت إنه الزاوية التالية قائمة. لأنه انتقلنا للأشكال الهندسية، خلينا نحل جميع الأسئلة بالأشكال الهندسية. بين إن كان الشكل متوازي أضلاع. إذا أنا بما إنه متوازي أضلاع راح أرسم متوازي الأضلاع اللي هو فيه كل ضلعان متقابلان متوازيان. بسمي الشكل الهندسي بعكس عقارب الساعة ألف باء جيم دال. إذا أنا
راح ادور على توازي الف د مع ب ج وتوازي الف ب مع ج د. اذا انا راح ادور على ميل الف ب يساوي ميل ج د، وعندي ميل الف د يساوي ميل ب ج. الميل عندي نقاط اذا على اللي هي مين؟ فرق الصادات على فرق السينات. ألف باء سبعة ناقص ثلاث على ثلاث ناقص واحد. جيم دال عندي سالب اثنين ناقص اثنين، سالب ستة ناقص سالب أربعة. سبعة ناقص ثلاث أربعة على اثنين يساوي سالب أربعة، طبعا هاي بتصير موجب، على سالب اثنين. أربعة على اثنين اثنين يساوي السالب مع السالب بتروح. إذا أول خطين طلعوا متوازيين. نجي للخطين التانيين اللي ألف دال، بحط إيدي على النقطتين ألف دال، هاي ألف دال عندي سالب اثنين ناقص ثلاث على سالب ستة ناقص واحد. بعدين باجي اثنين ناقص سبعة سالب أربعة ناقص ثلاث. سالب خمسة على سالب سبعة، سالب خمسة على سالب سبعة. وبالتالي فإن الشكل الهندسي اللي عندي عبارة عن متوازي أضلاع. نجي نشوف الشكل الثاني. إذا كان ألف ب ج د بين أن الشكل مربع. مربع إذا راح أرسم المربع عندي عشان ما أخربط، بسميه ألف ب ج د عكس عقارب الساعة. المربع عبارة عن زوايا قائمة، عندي هون زاوية قائمة وعندي هون زاوية قائمة، زاوية قائمة زاوية قائمة. إذا راح نطلع كم ميل؟ ميل ألف د عمودي على ميل ألف ب، نبحث عن ميلان. بعدين ميل ألف ب عمودي على ميل ب ج. بعدين عندك هون ميل ب ج عمودي على ميل ج د. بعدين ميل ألف د عمودي على ميل د ج. نبحث عن التعامد. طبعا أنا راح أحل بشكل سريع. عندي هنا اللي هو فرق الصادات ضرب فرق السينات يساوي سالب واحد للكل. ألف د صفر ناقص ثلاث على اثنين ناقص أربعة. ألف ب خمس ناقص ثلاث على واحد ناقص أربعة. عندي هون سالب ثلاث على سالب اثنين ضرب اثنين على سالب ثلاث. السوالب بروح مع بعض، ثلاث بتروح مع ثلاث، واثنين مع اثنين، سالب واحد يساوي سالب واحد، مظبوط. طيب ألف باء طلعنا ميلها اللي هي ميل ألف باء اثنين على سالب ثلاث. باجي نطلع ميل باجي، باجي اثنين ناقص خمسة على سالب واحد ناقص أربعة. اثنين على سالب ثلاث ضرب سالب ثلاث على واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد أسف، على سالب اثنين يساوي سالب واحد. اثنين مع اثنين بتروح، ثلاث مع ثلاث بتروح، سالب واحد يساوي سالب واحد. طيب باجيم طلعناها لي سالب ثلاث على لي موجب ثلاث على اثنين ضرب ج د، راح نطلعها صفر ناقص اثنين، اثنين ناقص سالب واحد، ثلاث على اثنين ضرب سالب اثنين على ثلاث. إذا سالب واحد يساوي سالب واحد. ميم ألف دال طلعناها، ألف دال اللي هي ثلاث على اثنين ضرب دال جيم طلعناها اللي هي سالب اثنين على ثلاث، هل تساوي سالب واحد؟ طبعا ثلاث بتروح مع ثلاث، اثنين بتروح مع اثنين، سالب واحد يساوي سالب واحد. طيب عندنا هون
إذا كان نقاط واو نون رؤوس مثلث قائم الزاوية في واو. إذا أنا راح أرسم المثلث ها واو نون قائم في واو. إذا بما أنه مثلث قائم الزاوية راح أبحث عن ميل ها واو عمودي على ميل نون واو. إذا ميل ها واو ضرب ميل نون واو لازم يساوي سالب واحد عشان أنا أحكي إنه الشكل مثلث قائم الزاوية في واو. ميل ها واو نقطتين، إذا أنا هون راح يكون عندي على فرق الصادات على فرق السينات ها واو سالب ثلاث ناقص سالب واحد أربعة ناقص اثنين، واو نون خمسة ناقص طبعا هون إيجاد قيمة فا، خمسة ناقص سالب ثلاث على فا ناقص أربعة، هون بتصير موجب سالب اثنين على اثنين ضرب هون بتصير موجب سبعة على فا ناقص أربعة يساوي سالب واحد. واحد ضرب سبعة فا ناقص أربعة يساوي سالب واحد. كمل هون سالب سبعة فا ناقص أربعة يساوي سالب واحد. ضرب تبادلي بتصير عندي سالب فا ناقص زائد أربعة يساوي سالب سبعة ناقص أربعة ناقص أربعة سالب فا يساوي سالب 11 على سالب واحد على سالب واحد فا تساوي 11. طبعا بالحالة هاي احنا خلصنا اللي هو الأشكال الهندسية. نرجع لأسئلة عندي، بحكي لي السؤال جد معادلة المستقيم، المطلوب معادلة مستقيم الذي يمر بنقطة ويوازي المستقيم صاد يساوي ثلاث سين ناقص اثنين. إذا المطلوب معادلة المستقيم، طبعا معادلة المستقيم عشان أنا لازم أطلعها يمر بنقطة، لازم يكون عندي ميل ونقطة عشان أقدر أطلع معادلة مستقيم. بحكي لي الميل يوازي، بما أنه يوازي إذن الميل يساوي المستقيم الثاني، إذن الميل يساوي ثلاث والنقطة واحد واربع. الصورة العامة لمعادلة المستقيم معروف ميله صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم سين ناقص سين واحد. هاي معادلة الخط المستقيم الذي ميله ثلاث ويمر بالنقطة واحد وأربعة. سين واحد صاد واحد بنعوض، صاد ناقص أربعة يساوي ثلاث سين ناقص واحد، بنوزع الثلاث لأنه حد مضروب في مقدار، صاد ناقص أربعة يساوي ثلاث سين ناقص ثلاث زائد أربعة زائد أربعة. في هاي الحالة أنا وصلت للمطلوب صاد يساوي ثلاث سين زائد واحد وهو المطلوب. السؤال الثاني، إذا كانت ألف باء جد معادلة المستقيم الذي يعامد، ألف باء والمستقيم ومقطعه الصادي يساوي خمسة. إذا هنا بنطلع الميل، مستقيم ألف باء يعامد المستقيم الذي مقطعه الصادي يساوي سالب خمسة. عندي مقطعه الصادي يساوي سالب خمسة، إذا صاد ناقص خمسة يساوي صفر. شو يعني مقطعه الصاد سالب خمسة؟ يعني هاي المستقيم قطع الصاد عند خمسة، عند خمسة. إذا هون راح نطلع ميل ألف باء، ميل ألف باء يساوي فرق الصادات على فرق السينات ثلاث ناقص صفر واحد ناقص صفر يساوي ثلاث. إذا ميل ألف باء طلعناه يساوي ثلاث، ويعامد المستقيم، يعامد المستقيم مقطعه الصادي اللي هو خمسة. إذا هون صاد تساوي
خمسة. النقطة راح تكون عندي النقطة هون صفر وخمسة. يعامد يعني ثلاث ضرب الميل يساوي سالب واحد على ثلاث على ثلاث. إذا الميل المطلوب سالب ثلث، الميل المطلوب سالب ثلث، والنقطة عندي صفر وخمسة. صاد ناقص صاد واحد يساوي ميم، سين ناقص سين واحد. إذا صاد ناقص خمسة يساوي سالب ثلث في سين ناقص صفر. صاد ناقص خمسة يساوي سالب ثلث سين، زائد خمسة زائد خمسة. صاد تساوي سالب ثلث سين زائد خمسة، وهو المطلوب. معادلة مستقيم ميله يعامد المستقيم يعامد، وعندي مقطعه الصادي خمسة. وبهيك احنا انهينا الدرس كامل.